مرحبا، توقعتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. لحظات قليلة مرت على انطلاقة المباراة. قوية من مبابي، إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى، تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. ديكو، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. الآن فرصة لهجوم معاكس، هذه هي كرة القدم. كيليان مبابي، ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. لاعب مثل فينيسيوس يستطيع أن يصنع الفارق عندما تتعقد الأمور، وذلك بسبب مهارته الكبيرة وقدرته على الانطلاق بالكرة بسرعة بدون أن يفقدها، وبالتأكيد كنز المهارات العالية اللي يملكها، موهبة فطرية تجعل منه لاعب مميز على أرض الملعب. سامويليتو، سكولز، نشوف الآن تحول هجومي سريع. قتلت الهجمة قبل أن تبدأ، يلعبها لمنطقة الخطر، يبحث عن المهاجم. هذه لعبة خطيرة هنا، مبابي كان يحاول أن يخلق الخطورة لكن الدفاع تمكن منه في النهاية. سامويليتو، سامويليتو، لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. هذه هي المهارات الخاصة، هذه الروعة في الإنهاء، هذه الدقة في التنفيذ. أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء، والتسديد، الله على روعة التصدي. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى، كانت محاولة جيدة على المرمى. كرة جميلة خطيرة جدا، ركنية رقم 2 بالنسبة لهم مقابل ركنية وحيدة للخصم. كادف ممكن يستغل هذه الفرصة، تحول سريع في الملعب، واحد على واحد، سامويليتو يلعبها ببراعة، صافرة موجودة وركلة حرة هنا. أظن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس. مبابي خطير جدا عندما يكون على الجهة اليمنى. سكولز تدخل في الوقت المناسب لإيقاف الهجمة وتحدى انطلاقة هجومية كانت واعدة. ميسي يلعب كرة بينية، ميسي لمسة بينية، متأخر في النتيجة لكنه يقدم مباراة قوية وقادر على العودة في المباراة بكل تأكيد. فاتت ومرت وصلت إليه، ممتاز في التمرير، يحاول أن يلعب كرة بينية،
والبينية تبحث عن المنطلق. فيراتي تمريرة جميلة الآن. يمر ويلعب كرة بينية، يحاول تمريرها من بين المدافعين. بينية جميلة. كوندي دافع بشكل سليم، قرأ التحرك بشكل مطلوب، قام باتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. الكرة المعتادة، الدفاع القوي جدا. لعبة رائعة الآن. بينية رائعة. بيزارو. بريست عليه أن يحدد أهدافه من الآن. على المدرب أن يكون مستعد بخطة بين الشوطين لتعديل كفة في الفترة الثانية. يا سلام على الفرصة. يا إلهي، الكرة تعانق الشباك وتشعل الأجواء وتبدأ الاحتفالات في المدرجات. بريست فعلوها وأحرزوا هدف التعادل. توقيت مثالي للتحرك واستقبال كرة، ضرب خط الدفاع، لم يقع في التسلل. توقيت هو مفتاح هذا الهدف. يواصلون المباراة بعد أن تعاد الفريقان. مباراة كبيرة، خطيرة هذه الكرة. ديكو تدخل قوي هنا. تدخل هنا بكل قوة من أجل الكرة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كانافارو يتدخل في الوقت المناسب. دافيدز يلعبها في المساحة. بدون تردد الآن ممكن يسجل. وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. شوط أول شفنا فيه تعادل بين الفريقين، كل فريق تمكن من تسجيل هدف. الآن التفكير بين الشوطين سيكون في كيفية أخذ الأفضلية والتقدم في شوط المباراة الثاني. تستأنف المباراة مع انطلاقة الشوط الثاني. ضاعت بعيدة عن مكانها. دافيدز البينية حلوة الآن. لعبة أي كلام، لم ينجح حتى في تجاوز منتصف الملعب. والآن فرصة موجودة. صامويل إيتو ضربهم، كواهم، أحرق مرماهم. هذه لحظة فيها سحر خاص، هذه لحظة يظهر فيها جمال كرة القدم. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. كرة على الجانب، فرصة خطيرة الآن. هذه فرصة. سكولز، ميسي يسيطر على الكرة. الآن ممكن نشوف هجمة معاكسة. إيتو يتنقل. صامويل إيتو، رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل. لقطة غير عادية وتصدي رائع جدا من الحارس. الركنية الثانية في المباراة. ديكو يلعب كرة قصيرة. تحرك بقوة هائلة ويعود بالكرة إلى التسديد الآن. يبعدها عن مناطق الخطورة. كرة عالية. كيليان مبابي بيزارو. سكولز. وهذه رمية جانبية. يتمكن من استعادة الكرة. من جديد رمية تماس أخرى. دافيدز خرجت الكرة الثانية لتصبح رمية جانبية. دافيدز هل تمر الكرة؟
الكرة كانت في منتهى خطورة لكن خطيرة هنا. الله على لعبة جميلة، على كرة مثيرة، على هدف يحرك الجماهير. بريست افتك الكرة بدون أخطاء، من هنا بدأت الخطورة، نجحوا في استغلال فرصة والهجوم المرتد السريع ثم ترجموه إلى هدف. مرة أخرى يسجل، يؤكد لك على الثنائية. المباراة أصبحت متعادلة بين الفريقين، مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى اللحظة لا نجزم بتفوق فريق على الآخر في هذه المواجهة الصعبة والمتكافئة. دافيدز يعمل كل شيء في الجهة اليسرى، غير قادرين على إيقاف اليوم. يحتسب الحكم ركلة حرة. ميسي راح ينفذ الكرة الثابتة، ليونيل ميسي. الكرة القريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. كاديث يحصل على ركنية ثالثة. أنتوني غريزمان يلعبها قصيرة، كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات، وتسلل آخر. فرناندو توريس، ميسي، يا لها من موهبة، وصلت رائعة، عدى وتوغل هنا. دافيدز الآن هجمة مرتدة، غريزمان، فرناندو توريس، ميسي بقراءة ممتازة يقطع الكرة. روبرتو كارلوس يبعد الكرة عن مناطقه. ليونيل ميسي، سكولز. كاديث يجب أن نشيد برغبتهم في تحقيق الانتصار بالتأكيد، بعض الأندية لا تغامر في الدقائق المتأخرة من المباراة. اعتراض رائع للكرة في الوقت المناسب، يتدخل بيزارو. أنتوني غريزمان، من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. محاولة أخرى لا تمر، البينية لم تكن مميزة لتمر من الدفاع. كافو اعترض التمريرة. أنتوني غريزمان، بيزارو، كانافارو يشتت الكرة بعيدا. تمريرة جميلة. الآن فرصة للهجوم المرتد، فرناندو توريس. ما زال يمكن الفوز في هذه المباراة لو استغلوا هذه الفرصة جيدا. تقدم في هذا التوقيت راح يكون قاتل بكل تأكيد. يلعبها في المساحة، بينية لا تخترق الدفاع، ربما عليه التفكير في حلول أخرى. بينية رائعة مرت من الجميع، والارتقاء الآن. هدف لبيتزارو. أوه. يا سلام، يا لا
تلج، يا لها من لمسة رائعة، يا لها من كرة جميلة، هدف للتاريخ. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. يمكن اعتبار هذا انتصار تكتيكي، تعاملوا بشكل رائع مع تغييرات المنافس حتى وإن ساندهم الحظ بعض الشيء. بيزارو خطف الأجواء والأضواء اليوم بعد أن تمكن من تسجيل هاتريك. بريست ينجح في تغيير الأوضاع، يحقق الأفضلية بعد التأخر في النتيجة. هذه واحدة